أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا، أهلا وسهلا فيكم في جولاتنا المتواصلة في شهر رمضان المبارك، ونحن في أعتاب شهر رمضان، نهاية شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير مع إطلالة عيد الفطر السعيد، صوما مقبولا وإفطارا هنيئا. اليوم مشاهدينا ومتابعينا راح نكون نحن وياكم مع مؤسسة علي صبح العلي للمواد الغذائية واللحوم، يعني عنوان كل أنواع اللحوم الطازجة اليومية دائما والمواد التمرينية فقط عند مؤسسة علي صبح العلي. مشاهدينا ومتابعينا راح نكون اليوم في جولتنا في طول كرم معكم مع مؤسسة علي صبح العلي، فكونوا معنا مع الجوائز والهدايا. سأكون برفقتي عبود زغلول خباب الأسمر ومني أنا منتصر عناني. تعالوا نشوف مين راح يكون فائزين معنا مع مؤسسة علي صبح العلي. تعال. من صاحب مقولة أنا أفكر إذا أنا موجود؟ أنا أفكر إذا أنا موجود. شو يا سيدي البلد؟ والله ما عارف. والله ما عارف. آه والله. شو يا بطل؟ بعرف. والله ما عارف. آه بدي. لما مرت علي هاي. مرت عليك. عاد معروفة هاي. هاي المقولة كثير معروفة ومعروف صاحبها كمان يعني. طيب أنون نفكر ولا نظلنا في المنظور الخيار؟ خلينا في المنظور الخيار. خلينا في المنظور الخيار. أشكرك. أنا أفكر إذا أنا موجود، من القائل؟ أنا مفكر إذا أنا أفكر إذا أنا موجود، من هو؟ شو اسمه؟ على فكرة مشهور يعني معروف. أنا مستغرب، ما تحكيش من بعيد يا شيخ، بتروح عليك. بتروح عليه شوي. بتروح عليه. غير لنا السؤال. يلا عشان العيد غير لنا السؤال حلو. بغير لك إياه ها؟ أنا هي لسي. طيب. طيب، جراهام بيل. جراهام بيل هذا اللي هو مخترع التليفون. شو كان يشتغل؟ سمناته ايش سمناته يعني هو شو كان يشتغل اصلا هو اخترع الهاتف بس شو كان يشتغل بالاجهزه زمناته ما كان يشتغل بالاجهزه الخلويه الموبايل والتليفون موبايل وموبايل كان عندهم موبايل ايامهم لا أيام كان بالفاكسات ومش فاكسات فاكسات لا كان فاكسات ولا مكسات عندهم ايام على الرسائل واتساب ماسنجر تليجرام هيك كان زمان وفي نوع جديد طالع ماسنجر اسمه بطيخات شماميات ايوه ومع مع ربحيات شو شغلته الاسئله تعرف؟ لا والله لا والله هي غيرت لك السؤال انا ماليش دخل طيب شوف اذا عرفت تعال بتعرف دائما الشاعر ابو تمام دائما نقول ابو تمام معروف صح؟ طيب شو اسمه الحقيقي؟ ما بعرف اسمه الحقيقي ما بعرف ما بعرف طيب يقول اختصار غير السؤال غير كمان مرة هذاك ما زبطش معك طيب تعطيني إجابة واحدة للسؤال هذا بس أوكي الرسام العالمي بيكاسو بنعرف إنه بيكاسو فنان عالم ورسام شو جنسيته من وين يلا خليك إذا العارف أجيك يلا إسباني 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 الأصل إجابة نهائية نهائية خلاص اعتمد نهائية. اعتمد للأسف الشديد للأسف الشديد الجواب صح طيب هات هاي من مؤسس علي صبح العلي شو بتحكي له بحكي له إن شاء الله إلى الأمام ودائما باستمرار بالتنزيلات دائما أشكرك عروضه دائمة أشكرك عروضه دائمة شو يا باشا كل عام وانت بخير وانت بخير أستاذ رمضان كريم كيف الأجواء الحمد لله رب العالمين يعني يا جماعة رمضان بلش كله باي باي ومن كل عيد الفطر أهلا وسهلا فيك يعني خلص يعني إن شاء الله يكون شهر الخير والبركة وإن شاء الله تروح عنا الأمراض والجائحة ترجع حياتنا طبيعية رب العالمين بصوت هالجامع طيب إن شاء الله رب شو اسمك علي سلمي علي سلمي علي سلمي ما هو الحيوان الذي لقبه عند العرب أو لقبه العرب أبي لبد أبي لبد شو أنو هذا أنو حيوان طبعا اسمع أنا بعطيك خيارين يعني بعطيك تختار اسمين أيوة مين أبي لبد أبي لبد من هو مين هو؟ الخيارات اللي عندك لا مش خيارات إلك بعطيك فرصتين قصدي فرصتين يعني تلك الحيوانين خيارات سؤال غريب خيارات ما لبد. إذا بعطيك خيارات طوال بطلع مش مجال ما انت صعب برضو بديش اقول لك اياها ما في خيارات ما في خيار لا 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 اذا بتطلع حيوانات ممكن تطلع عندك سؤال حيوان اللي لقبه ابو لبد هذا اول مره معلومه جديده هاي شوي معلومه شوي يعني هارد هارد طف كويشن اضرب لك اي واحد
لا فيش اختياري عشوائيا. ما هو زي ما بتعطيك خيارات، اما تعطيني خيار اختيارين ثلاثه ممكن اختار، لانه بدناش نكون شيخ جوجل يعني على 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 محطه فجر جديد. خلينا تكون تكون يعني امورنا واضحه. طيب انا بعطيك بس بتختار واحد اوكي وبلغي السؤال. طيب ابي لبد استنى ما تحكيش، ما بتغير السؤال لك، ريح حالك استنى شوي. سؤال صعب يعني بصراحه، سؤال صعب ابي لبد على مين يطلق؟ اسمع، الكنغر، رجاء، الكنغر، الحصان، الاسد. بلاش تغربطه يعني، خلي الزلمه يعرف جو. اعطيني جواب واحد يلا. الاسد. نهائي؟ جواب نهائي. جواب نهائي. انت رديت على الزلمه؟ خلص بس ما هو انا ماشي على فكره، خلص ابو لبد. ابو لبد هو بيستاهل، ابو لبد هو كله على بعضه بالبد بيستاهل. هات طيب، هو الاسد. الاسد من الف شكر لك، وان شاء الله رب العالمين ينعاد علينا وعليكم بالمن والخير والبركات. جائزتك مباشره حبيبي ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. طيب الشافعي، بتعرفوا الامام الشافعي صح؟ نسمع فيه كثير. اه صحيح. طيب شو اسمه الحقيقي؟ الامام الشافعي. الامام الشافعي، الامام الشافعي اسمه امام. ما انا عارف انه اسمه امام، الاسم الحقيقي محمد. اضرب محمد وخالد وعيسى. محمد اعطيني اسمه كامل. محمد ايش؟ يلا هي اعطاك اسمه الاول، بس اعطيني اسمه يلا. ومحمد مليون واحد محمد. محمد امام الشافعي. لا خلاص، ما طلع ما نص الإجابة خلاص يعني تكفي. وأنا بقول محمد عادي تكفي، مهم محمد. اسمه محمد الاسم كامل. شو الاسم الكامل؟ والله بالضبط بالضبط ما بعرف، ما بعرف. طيب يلا لك جائزة من عنده ماشي. نشوف تعال شو محمد ايش يا شفت كيف هاي رجعت له. محمد ايش؟ ما راح عن بالي خلاص. ما هو يعني الواحد بقول محمد عادي، في مليون محمد، بس محمد ايش اسمه؟ شو بسم الله عرفته؟ والله طيب كل عام وانت بخير. تعالي ايش يا حجي؟ كيفك؟ اهلا اهلا كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله وانت بخير. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه. الله يسلمك. الله يسعدك يخليك. سالناهم سؤال هلا قبل شويه مع مؤسسه على الصبح عليه، ما الاسم الحقيقي للامام الشافعي؟ ما بتعرفيه؟ كل عام وانت بخير. رمضان كريم. احنا مع مؤسسه علي صبح العالي، بتجاوب على السؤال تاخذ هديتك مباشره. من الشاعر اللبناني الذي لقب بالشاعر الدرويش؟ شو اسمه؟ احمد درويش يعني؟ لا مش احمد درويش يا زلمه، وين احمد درويش؟ وين هذا؟ ما شاء الله بعرفش. شو اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله دائما. سالناهم من الشاعر اللبناني الذي لقب بالشاعر الدرويش؟ مع مؤسس علي صبح العالي جائزه مباشره. والله صراحه ما بعرف. طيب كل عام وانت بخير، رمضان كريم. في كلمة بابل كثير بنحكي بابل بابل، شو يعني معنى كلمة بابل؟ ماذا تعني كلمة بابل؟ بابل معناها أول شيء، بابل هي منطقة في العراق. طب هي معروفة. أيوة. معناها بلاد الصوف. شوفوا كيف الأذكياء. بلاد الصوف. جوابك شو؟ صحيح 100%. لو قال لك صحيح يعني أنت لحالك تفتيها شيء؟ لا 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 أنا متأكد. صاير شيخ تفتي؟ لا لا أنا عارف، أنا متأكد من جوابي يعني. متأكد من جوابك؟ طب إذا قلت لك غلط؟ في حال ثانية معناته شو الجواب الصحيح؟ إذا بلاد الجواب الصحيح لازم أغير لك السؤال سعيد. لا بلاد الصوف أنا بعرف متأكد من جوابي. هاي من مؤسسة علي صبح العلي. شكرا. للحوم والمواد الغذائية. بارك الله فيك. مع مؤسس علي صبح العالي
ايوه للحموات الثمونيه. طبعا الشارع شو اسمه الجامع القديم وكمان مقابل الاتصالات. من مؤلف سلسله العبقريات في الادب العربي؟ هو نادر المسري. بعرفش والله. من مؤلف سلسلة العبقريات في الأدب العربي؟ من إيش السؤال؟ من مؤلف سلسلة العبقريات في الأدب العربي؟ والله ما بعرف الصراحة. لا من بعيد لا. والله غير السؤال. بعرف. ما بعرف. شو يا سيدي البلد؟ بيت غيد. بيت غيد. أهلا وسهلا. شو اسمك؟ فاتن دريدي. أهلا وسهلا فيك. قال من مؤلف مؤلف سلسلة العبقريات في الأدب العربي؟ عباس محمود العقاد. شو بتشتغل أنت؟ إمام مسجد. إمام مسجد يعني كل شيء ما شاء الله كل شيء عامل. طيب يا جماعة مؤلف سلسلة العبقريات في الأدب العربي هو عباس محمود العقاد وإجابة صحيحة. شيخ أبو إيش أنت؟ أبو زيد إن شاء الله. أبو زيد الله يعطيك ويعطينا ويعطي الجميع. إحنا مع المؤسس علي صبحي العلي الجامع القديم أو مقابل الاتصالات الفلسطينية. شو بتحكي له؟ كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيكم. مشاهدينا متابعينا بنشكركم دائما على وجودكم معنا في برامجنا. لم يتبقى الا القليل من انفاس شهر رمضان المبارك لاستقبال عيد الفطر. سعيد كل عام وانتم بالف خير. مشاهدينا لا تنسوا مؤسسة علي صبح العلي للمواد التموينيه والغذائيه واللحوم الطازج يوميا بالاضافه للمواد التموينيه كل ما يلزم لكم واسعاره غير بشهر الخير. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا. من كل صوما مقبولا وافطارا هنيئا. اشكر زملائي من وراء الكاميرا عبود الزغلول الخباب الاسمر ومني انا منتصر العناني. يسعد مساكم ودائما دائما دائما مؤسس علي صبحي العلي.